مرحبا، رحلتنا اليوم مع مدينة بيروت. شو هي أهم معالم مدينة بيروت؟ ومن أشهر الأكلات في بيروت هي الكبة الأرنبية. شو مكوناتها؟ كل اللي بيعمل شير لهيدا الفيديو وبيجاوب صح رح يدخل اسمه بالسحر. ولا تزيد فرصكم بالربح، ما عليكم إلا أن تضيفوا أصحابكم على جروب المطبخ الطرابلسي وتسجلوا اشتراك بقناة اليوتيوب. يعطيكم العافية، بنشوفكم بكره.